بسم الله رب الشهداء والصديقين حلقة اخرى من هذه السلسله الوثائقيه تحملنا الى سنوات بلون الدم مواقف لرجال كتبت في سفر التاريخ احداث مهوله وكبيره بين طغيان الطغاه وثبات المؤمنين كانت السنوات تكتب توابيت الزمن نحن واياكم في هذه الحلقه مع سيطرة البعث ونفوذ البعث وبداية استهداف البعث للاسر العلميه عموما للناس المتدينين وللسادة آل الحكيم ومنهم سماحة السيد محمد سعيد الحكيم كونوا ويانا وهذه الحلقه نبداها بعد الفاصل اعتقس من جديد حياكم الله مرحبين باسمكم بسماحة السيد رياض الحكيم سلام عليكم الله بارك الله فيك الله يبارك بكم الاعتقال لفظة قد تكون مستساغة أصبحت بعد فترة من الزمن لفظة بسيطة تلفظ الآن بعد سنوات من عذابات وجراحات وأنين ومشاكل متعددة أنتم كنتم شاهد عليها والبداية ستكون لماذا الاعتقال لماذا الاعتقال للسادة آل الحكيم؟ لماذا الاعتقال للسيد محمد سعيد الحكيم؟ طبعا بداية باعتبار هذا موضوع متشعب يفترض ان نتحدث عن احداث او حيثيات ولو بإيجاز شديد لكم لكم اما قبل هذه الفترة لكم طغمة البعث سيطرت على العراق لتغيير كل شيء في العراق وهذا يحتاج الى بحث مفصل وليس مجرد سيطره حزب سياسي وهو ما اثر وما لمسناه من دمار وفجائع وفظائع في العراق حدثت عندما سيطر هؤلاء من جمله اساليب البعثيين لتدمير المجتمع العراقي ان يجعلوا الصراع داخلي داخل المجتمع وداخل الاسر وداخل الشرائح الشعبيه وهذا ما تجلى بوضوح في مواقفهم عندما كانوا يكلفون اشخاصا غير معنيين بتنفيذ احكام الاعدام في الابرياء قد يكون بعض المكلفين حزبيين يعني الحزب وليس مسؤوليته أن يعدم في جهاز أمني هو مسؤول عن الإعدام ولكن كانوا عندما يريدون الانتقام من بعض الحزبيين يكلفون حزبيين آخرين من رفاقهم حتى يمارس الإعدام حتى يشارك في الجريمة عمليات الإعدام التي جرت في قاعة الخلد من الذي نفذها؟ بعثيون نفذوها تجاه بعثيين آخرين تجاه بعثيين آخرين مع أن أولئك ما كانوا أجهزة أمنية وهؤلاء الذين نفذ بحقهم كانوا الاساس رفاقهم. في تشكيل البعث هم رفاقهم بل كانوا هم السابقين لهم في تشكيل البعث هذه كان على مستوى الحزب، هذه انعكست وين؟ على تعاملهم مع المواطنين ايضا. فكانوا يكلفون ويجبرون اشخاصا عاديين بعيدين عن السلطه يكلفونهم بكتابه تقارير طبعا تحت التهديد والارعاب والتعذيب يعني افرض يعتقلون شخص بعدين ما يطلقون سراحة الا ان يورطوه يقولون احنا ما نطلق سراحك الا تكتب لنا تقرير او تشارك بالتعذيب او ما شاكل لما صارت الحرب العراقية الايرانية طبعا النظام دخل في الحرب بدون اي قرار شعبي ولا برلمان ولا اي شيء قرار طاغية وحتى بعض ازلام النظام كشف عن ذلك لاحقاً وقال بانه القرار كان من شخص صدام وكان منفرد به حتى وكان منفرد من مشوره القياده زين صدام شو يريد؟ يريد يورط الجميع بهذه الحرب الحرب طبعا نحن من الناحيه الشرعيه هذه حرب بها دماء هاي بها دماء بها دمار يعني مو مساله يعني تقتصر على يعني سلبيات بسيطه وامور يعني هامشيه شجار بين عائلتين دمار هذا بتالي بها مسؤوليه شرعيه ولا يترتب عليها اثار يترتّب عليها آثار. عليها اثار لحتى من ناحيه شرعيه ناخذها ليس بالامر الحين احنا مع الاسف احيانا مجتمعنا ما يعرف قيمه الدم عند الله سبحانه وتعالى عندنا روايه تقول يؤتى للانسان يوم القيامه بقاروره فيها دم قاروره في الاناء, في الإناء يعني فيها دم يقال له هذا سهمك من دم فلان واحد مقتول ظلما يجون لهذا الشخص يقول له يوم القيامه انت هذا سهمك من دم فلان يقول انا ما ساهمت بقتله يقول صحيح انت ما ساهمت بقتله ولكن انت تكلمت بكلمه كان لها دور في قتله فانت تشارك ايش قد مثلا 10% او واحد او 190 أو 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 نعم يعني مساله الدماء وانتهاك الحرمات والدمار هذه مسالة صعبة جدا فالطاغية ماذا أراد؟ أراد أن يورط الجميع في هذه الحرب في هذه الحرب خصوصا أن الجبهات تختلف ظروفها أحيانا يصير ضغط على هذه الجهة أو على تلك الجهة. فصدام طبعا قبل هذه المرحلة صدام كان يضغط كثيرا على السادة وعلى كثير من العلماء الآخرين بأن تكون لهم مواقف داعمة للنظام وممجدة للطاغية طبعا عندما نقول النظام النظام كان في عهد صدام يعني الطاغية كان هذا الشعار مرفوع إذا قال صدام قال العراق الكلمة الوحيدة يعني. والرأي كل شيء. نعم. ولذلك في المؤتمر الذي عقدوه عقده النظام أثناء الحرب على أساس المؤتمر حزبي كان وقيادات الحزب وقيادات النظام شاركوا فيه على اساس انه يصير يعني مؤتمر تشاوري للخروج من ازمه الحرب. فبعض الحضور منهم اقترحوا ان صدام يعلن اعتزاله واستقالته حتى تنتهي الحرب. وبعضهم صمتوا فالذين اقترحوا الاقتراح الاول تم اعدامهم. جميعا. جميعا هو من اول قالهم كل واحد يبين رايه لانه جلسه خاصه ما تنعكس بالاعلام وذولا بعضهم البسطاء والمغفلين صدقوا انه بل بعد احرار في ان يعني يبينوا أراءهم شخصي فاللي اقترح هذا الاقتراح او وافق عليه تم اعدامهم جميعا والذين صمتوا ما رفضوا هذا الاقتراح تم اعتقالهم وغيبوا حتى اهاليهم ما عرفوا مصيرهم فقط الذين صفقوا للطاغية تم ترفيعهم هذه الطريقة هي كانت كلها هكذا فكانوا كثيرا ما يأتون يضغطون على السادة العلماء خصوصا السادة على الحكيم أنه تعالوا يكون لكم موقف لدعم القيادة لدعم الرئيس وامثال ذلك طبعا السادة يأبون يا ذلك يقول طيب أنتم تقولون بأنه رجل الدين ذاك اليوم كانوا يقولون رجل لا تدخل بالسياسة نحن ما نتدخل بعد احنا ندخل حسب حسب مزاجكم يعني كيف هذا؟ لو ندخل بالسياسه فاحنا حسب قناعاتنا حسب شرعيه عظيمه زي. وكبيره اما و... انتم تقول لا تدخلون بالسياسه احنا ما ندخل بالسياسه، هو ايش كان يريد؟ هو كان يريد امرين اولا امام العالم وامام العراقيين أه تكون صورته ناصعه بعنوان انه موقف شرعي، والامر الثاني يكون ذريعه لسحب الناس للجبهات تحت عناوين الجيش الشعبي الجيش الشعبي وامثاله كانوا بالشوارع يوقفون بالشوارع ينزلون اي واحد يجدونه ياخذوه بدون مقدمات بحجه انه صدر صدرت فتوى فتوى الجهاد صدرت بعد ما عندك عذر فصدام كان يريد انه في هذا المؤتمر يشارك كبار العلماء من لهم مكانة في نفوس الناس حتى ما يكون مؤتمر صوري أو ضعيف وهزيل وهزيل طبعا يعرف أن الباقين الحاضرين هم بشكل عام معاض السلاطين وأتباع و... النظام ما لهم قيمة في... ما عندهم قيمة اجتماعية يعني. وكلمتهم غير مؤثرة فركز على السادة للحكم أنه لابد أن تشاركوا وإذا ما شاركتم فأنتم خونة طبعا صارت مناقشات محاولات ضاغطة من النظام ومناقشات صارت ورفض من السادة أنه هذه حرب ودماء وإحنا ما نستطيع أن نشارك ونتحمل هيك مسؤولية يعني المهم حتى قبل انعقاد المؤتمر بأيام الطاغية صدام أرسل مبعوث خاص إلى النجف هذا المبعوث بمعية مدير أمن النجف أبو مخلص التكريتي قالوا له أنه رئيس يقول لابد أن تحضروا المؤتمر أتوقف عند هذه المزاجية لتلك السلطة في التعامل مع القضايا الدينية ومحاولة توريط الأفذاذ والأبطال أصحاب المواقف أصحاب فضيلة والسماحه في ذلك الوقت في جرائم الطاغيه لانتقل الى فاصل اخوتي اخواتي من بعده اعود اليكم اعود اليكم في هذه السلسله الوثائقيه. الذي احب ان ان ابين ان هذه الشخصيه مع ما لها من هذه الفضائل تعرضت لاضطهاد واضح عندما بدا النظام حملته الشرسه النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي أبان الحرب المفروضة التي بدأها النظام السابق وبالنتيجة بدأ بسجن وحجز وقتل وإعدام مجموعة كبيرة جدا من العراقيين طالت الحوزة العالمية وشباب العراق وكان بودي أن المعنيين في هذا الجانب يؤرخون هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق وهذا لا بأس أن يكون مدعاة يعني كلام لبداية قد تكون طيبة وهو شحذ الهمم لأن تكتب عن هذه الفترة خصوصا فترة السجن وقد نال سيدنا من ذلك حفلة من السنين قضاها في عمره الشريف في سجن أبي غريب يعني والذين كانوا يشاهدون سماحة السيد هناك كانوا يعلمون مقدار الصبر الذي كان يتمتع به وأيضا المجاهدات النفسية والروحية التي كان يضفيها على كثير من السجناء الكل يعرف أن مسألة السجن مسألة استثنائية ومسألة متعبة للإنسان يعني مهما يكون الإنسان عنده طاقة يبقى بالنتيجة السجن هو سجن يعني لكن وجود الشريف كان يخفف معاناة كثير من السجناء وهو أيضا كان حريص على استذكار جميع المطالب العلمية حياكم الله من جديد إخوتي أخواتي سمح السيد حياكم الله من جديد بارك الله فيكم كنتم تنقلون تلك الحادثة التي حاول فيها اللقاء اللي حدث اللقاء الذي حدث وتوقفنا عند تلك النقطة فصار ضغط شديد من قبل مدير أمن النجف وطبعا مبعوث صدام كان يصامت بشكل عام ما يتدخل بالحديث وكأنه مكلف أنه يرفع التقرير فقط نعم ولكن كان يتقدم على مدير أمن النجف على اعتبار هو أعلى اعتبار <applause> هو أعلى مبعوث شخصي فالحوار والمناقشه كانت بين الشهيد محمد رضا الحكيم ومدير امن النجف ابو مخلص. ذاك يضغط عليه ويهدد ويحاول انه يتخذ يعني ياخذ كلمه وموقف من محمد رضا بالاستجابه. الشهيد محمد رضا رفض صارت المناقشه شوي احتدت المناقشه بين الطرفين امام اصرار وتهديد ابو مخلص. بعدين محمد رضا قال أبو مخلص انت تطبخ خصب. يعني ما ما راح نصل معك الى نتيجه ما تصل الى نتيجه بصريح العباره بصريح العباره بين له الموقف احنا ما نستطيع انه نجي نشارك بحروب ونتحمل جزء من المسؤوليه طبعا السيد خو ما كان عبر هذه التعبيرات انا ذاك الظرف ما يسمح مثل هذه التعبيرات لا. انما كان العذر هذا انه انتم بتقولون رجل الدين ما تدخل بالسياسه واحنا ما نتدخل بالسياسه شلون انا هسه ادخل بالسياسه فشلون هسه في خضم صراع دموي وبعدين انتم يوميا بكره تصالحون يعني كيف يعني؟ ولو معتدين لو ما معتدين اخو هذه مساله اكو سياقات دوليه هي تحكم العلاقه بين الدول، احنا كيف نصير أعلى خصوصا في شيء هذه نكته ربما الكثير من الناس ما يعرفونها. وذريعة الحرب ما هي كانت؟ اتفاقيه الجزائر وشط العرب. نعم. زين هذا الموضوع كان مطروح على المرجع السيد محسن الحكيم في عام 1968 او 69 كيف؟ بدا الخلاف بين حكومه الشاه والبعثيين على اتفاقيه 1937 وشط العرب من ذاك التاريخ من سنه 1969 تخيلت الرؤى في تلك الفتره الشاه بدا يضغط على البعثيين أنه تصاغ اتفاقية جديدة بين البلدين خلافا لاتفاقية 1937 لأنهم كانوا يجدون أن هذه تلك الاتفاقية صار بها ضيم على إيران نعم لأنه العراق كان تحت النفوذ البريطاني وكان سلطته أقوى وكان سلطته أقوى و ايران تشعر بالحيف من تلك الاتفاقيه، يريدون اه اتفاقيه جديده تنقض ذيك الاتفاقيه. لا. بدا الضغط من الشاه على البعثيين بتغيير الاتفاقيه. البعثيين كانوا اضعف من الشاه. ابو صدام موجود واحمد حسن البكر موجودين. موجود. فيجب للسيد الحكيم، سيد محسن الحكيم، سيد محسن الحكيم وانا ذاك كان مرجع الطائفه الشيعيه في انحاء العالم كله تقريبا. الايرانيين بشكل عام مقلدين السيد محسن الحكيم نعم <applause> فكان موقف من السيد الحكيم ينهي الخلاف بين العراق وايران وانذاك كانت الكفه القانونيه لصالح العراق لانه اتفاقيه 1937 معترف بها دوليا ومصادق عليها مصادق عليها دوليا فاجوا للسيد الحكيم قالوا له سيدنا في خلاف بيننا وبين ايران تعال احنا مستعدين انت تدخل لحل الخلاف لحسم الخلاف ونحن قابلين بكلامك ونقبل بكلامك وهذا اللي هو سابقه كان بعض علماء النجف الذكر الشيخ موسى آه الكاشف الغطاء هو ايضا حل خلاف بين الدوله العثمانيه والدوله الايرانيه فالسيد الحكيم كلمته مسموعه بين الشعب الايراني اذا يريد يتخذ موقف ويقول بانه العراق هو صاحب الحق بعد الشيخ يقع في حرج امام شعبه مثل قضيه التنباكو اللي صارت ايام يعمل. السيد الشيرازي. الشاهد راجع عن الاتفاقيه بسبب موقف السيد الشيرازي. يعني كانت كان الحل جاهز بدون حرب، بدون دمار، بدون اي شيء، هذا ندري به احنا. فاجوا طرحوا على السيد الحكيم، السيد الحكيم قال ما عندي مانع ولكن فج شرط واحد، هذا الطلب اللي الان طلبوه بشكل خاص طلبوه باذاعه التلفزيون حتى اصير رسمي انا. جاي تجون هنا تقولون يكون سربي. وسيط زين وتنسبون المجد لكم؟ لا لا بغض النظر عن المجد شيء اخر شوف نقطه اخرى كان يفكر بها سي الحكيم يقول الان انتم لما تجون العلاقات بين العراق وايران كانت متوتره نعم فمن واحد يصير وسيط ايش يحتاج؟ يحتاج ان يرسل مبعوثين الى الجانب الايراني ويحتاج سفر رسميه صفه رسميه حتى تكون القضيه زين زين المفاوضات راح تصير راح تصير لقاءات مع مسؤولين ايرانيين العراقي ممنوع يسافر لايران انذاك زين كيف هذا سافر وكيف التقى بمسؤول يعني ادانه تصير المرجع السيد الحكيم بان عندها علاقات مع الشاه الناس اذا ما يدرون هذا بالتكليف من السلطه شو يصير؟ يصير ارتباط مع جهه اجنبيه وتكون تهمه جاهزه للخيانه تهمه جاهزه ف... السيد الحكيم ما يدري خلفيه البعثين وسياسته يعني هل كانت لديهم هذه المقاصد فعلا طبعا واضح لانه لا يعني. هذه لا شواهد فالسيد الحكيم ايش قال لهم قال لهم ما عندي مشكله بس هذا الطلب يكون بشكل علني يكون بشكل رسمي علني على التلفزيون قولوا احنا نطلب من المرجع السيد الحكيم ان يحل الخلاف بيننا وبين ايران وانا مستعد ان اتدخل ونحن نريد انه ما يصير حروب بالمنطقه وبين الشعوب المنطقه بالطبع رفضوا البعثين رفضوا شنو عذرهم كان؟ بعدين طبعا هذا بشكل غير رسمي بلغوه قالوا اذا صار وسيط بيننا وبين ايران وحل المشكله بعد شلون نضربه؟ شلون نقطع الحوزه بعد؟ مو بس هاي قالوا، قالوا مستعدين نضحي بنصف الجيش العراقي في سبيل ضرب المرجعيه يعني خل تصير حرب ولا حتى حرب حتى نطي شط العرب الايران ونطي كل شيء ولا يكون هناك شخصيه في البلد مؤثره غير البعض مؤثره غير السلطه فاحنا ندري بهذا الموضوع يعني هي تحكم يعني مزاجيه طاغيه ومن هنا فالساده ما حضروا هذا المؤتمر عفوا ممكن اسال سؤال نوعا ما شخص لماذا كان اختيار السلطه للساده على الحكيم؟ آه طبعا هم ذهبوا للسيد الخوي رحمه الله عليه ايضا وطلبوا من السيد الخوي الحضور باعتبار هو مرجع عام كان ايضا في العراق وفي العالم الشيعي ولكن السيد الح... السيد الخوي اعتذر منهم قال انا ايراني وعندي علاقات واقارب في ايران اذا اريد اشارك راح يصير ضغوط على اقاربي وعلى ابنائي وعلى المحيطين بي في ايران فهذا يسبب لي حرج وانا ما مستعد ان ادخل نعم فهم عذروه طبعا هم شافوا ايراني بعد يقول لك انا احنا نريد عراقي حتى تكون ذريعه يعني هم يريدون يسيطرون على العراقيين يريدون يعني يوظفون يوظفون يوظفون, يوظفون رجل الدين العراقي في ضربه إيه. يعني نعم. في انخراط تحت سياسه النظام نعم. وسطوه النظام على كل حال فالساده ما استعدوا للحضور. وكما تعرف بانه جزء من سياسه النظام واساليبه انذاك كان اذا يردون شيء من بعض الاشخاص وبعض العلماء حتى لو ما يقبل يجيبوا له سياره بالبيت جنب البيت ياخذوه بالقوه. وبلغنا ان بعض من حضر اخذ بالقوه اخذ بالقوه والتهديد. بدون استعداد مسبق بدون موافقة ولذلك السادة ماذا صنعوا قبل انعقاد المؤتمر بأيام غيبوا أنفسهم وغادروا النجف وأنا أتذكر أنا كنت مع السيد الوالد والسيد الجد محمد علي ذهبنا إلى سامراء عدة أيام بقينا ذاك اليوم ما كانت الأجهزة الأمنية جدا محكمة بحيث تقارير من كل العراق سامراء كانت لا زالت فيها حوزة في ذاك الوقت؟ لا لا ما كان حوزه صوريه يعني كلش بسيطه، ما كانت حوزه يعني ايام طاغيه بعد تم القضاء عليها تقريبا، افراد كانوا. فالمهم فهناك اختفينا في سامرة الى ان عقد المؤتمر وتم وما حضر وفشل واضح بان عليه الفشل، مؤتمر هزيل صوري شكلي ما اثر يعني ما كان له تاثير اجتماعي فبعد آه النظام قرر ان آه يعني يواجه يعني يواجه الاسره بذيك المواجهه العنيفه والقاسيه الأن بعد اسبوعين من انعقاد المؤتمر تم اعتقال العشرات من الساده وتمت الاعدامات والماسي التي حدثت. مفرده اسمه الاعدامات الجماعيه. القارئ الناطق لهذه المفردة ليس كمن عاشها لكم الكريم سيد طبعا الإعدامات الجماعية ما اختصرت على الأسرة هذه كان روتين عند النظام أنه كل فترة هم يسموه بين قوسين تبيض السجون أي المسجونين يعدمون مجموعة من المساجين يختاروهم اللي هم محكومين بغير الإعدام غير اللي يتم إعدامهم ذول اللي تم اعدامهم بقرارات, بقرارات جائره وصوريه من محكمه الثوره هذول منفصلين بالوقت ياخذوا نعم لا ذول ما محكومين بالاعدام لما تكتظ السجون كانوا ياخذونهم ويعدمونهم بالجمله احدهم ابن خالي الشهيد عصام الذي كان مهندس ما حكم عليه بالاعدام وانما اخذوه ضمن الوجبات ذول يسمونهم الوجبات وهذا له حديث مفصل الجرائم المروعه التي ارتكبها النظام بحق السجناء عموما طبعا خصوصا الشيعه. هاي وجبات كانوا ياخذونهم للاعدام وهم غير محكومين بالاعدام اصلا ما ما واجهوا المحكمه بعضهم اصلا ما رفعوا للمحكمه بعضهم المحكمه حكمتهم بالسجن وليس بالاعدام. وقد اعدموا وتم اعدامهم لا اله الا الله. فاذا سياسه النظام هي سياسه الاعدامات الجماعيه. نعم انا عند هذه الكلمه اتوقف حتى افتح ملف جديد في حلقه قادمه من الوقت داهمنا انا اسفا أن سمح السيد. شكرا جزيلا لكم. بارك الله تفضلتم فيكم. كثيرا. اذا اخوتي اخواتي ملف نعود به الى زمن دموي. زمن كانت به الجريمه المنظمه تمارس من قبل من قبل الدوله. بحق فضلاء وعلماء وبسطاء ومختلف شرائح المجتمع لكن سنكون وإياكم في الحلقة القادمة لنفتح أبواب زنزانات أغلقها الزمن بظلمه. قوينا في هذه السلسلة إلى ملتقي قريب في أمان.